إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. من قناة أبو ساجد نبدأ بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جولة خفيفة إن شاء الله حول قطاف البازيلا أو البسلة كما يسمى حسب كل بلد. إخواني أحبتي، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. متابعة ممتعة. أحبتي، من لا يعرف البسلة أو البازيلا كما ذكرنا، ها هي نبتة أو شتلة البازيلا كما نشاهد، وها هي الحبات أو الأكواز نشاهد. سبحان الله، ثمار البازيلا أو البسلة. إخواني أحبتي المشاهدين، في النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.